مالك يا هدى؟ مفيش. يعني ايه مفيش؟ قلت لك مفيش يا شريف. هدى انا نفسي افهم دماغك دي فيها ايه. عايز اسالك سؤال وتجاوبيني عليه اجابه منطقيه مره واحده بس. انت زعلانه من ايه؟ ايه ده؟ يا دي دماغ هدى؟ والله انا كنت فاكرها فاضيه. مساء الخير. مساء النور. لا انا مش بمسي، انا بسال لان انا سؤال والسؤال بيقول، قصدي انا بقول هدى زعلانه ليه؟ اجابه لو سمحتم. ده سؤال ما يدخلش دماغي اصلا. لا ما هو مش مقصود انه يدخل دماغ حضرتك، المقصود انه يدخل دماغ هدى. طب ما احنا دماغ هدى. ما شاء الله انا خدت بالي، انتوا فعلا نفس الدماغ. طيب ممكن اجابه عشان اتكل على الله؟ ارجع يا استاذ للي سالك قول له مفيش. لا ما حضرتك مفيش دي مش اجابه، معلش انت ما يرضكيش ان عيشي يتقطع، ولا انت عايزاني اقعد جنب الاسئله اللي ما حدش بيجاوب عليها، اللي هو مش هنفرح بيكي بقى ومفيش حاجه جايه في السكه؟ لا 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 معلش، انا سؤال محترم. والنبي الشريف ده طيب وابن حلال وبيحبني. ممتاز. كان بيحبني بس الظهر خلاص راحت عليا. هو صحيح نسي هديه عيد جوازنا للمره الثالثه، بس هو معذور، اخر 3 سنين بقى مشغول في الشغل جدا. ايه ده؟ حضرتك شكلك فاهمة، ممكن لو سمحت تمليني الإجابة كده بنفس الطريقة؟ أنا بالنسبة له بقيت زي الكنبة، حاجة رخيصة سهلة مضمونة، يجيب لها هدية ليه؟ يا أختي الموضوع ده خلص من 8 شهور، بطلي هري بقى. بس ما فكرناه عارف غلطته وجاب بدل الهدية 2. طب يعني أنا أكتب إيه ولا هو في زعل أصلاً ولا مفيش أنا عايز أروح. يلا عشان الدماغ بقالها يومين تضرب تقلب، عايزين نلحق ننشر الهموم علشان تلحق تنشف عشان شكلها كده هتمطر. يا فندم أنا شايف الدماغ نظيفة ما شاء الله، هي بس زحمة ومش مترتبة. يستحسن تمشي من قدامي عشان هرمونات الدنيا كلها بتتنطط في وشي. طب وهي الهرمونات دي معدية ولا عادي؟ محدش حاسس بيا. ياما عملت شعري وما خدش باله غير لما قلت له، ولا عمره جاب لي بوكيه ورد من نفسه. انا عملت رجيم 4 ايام، خسيت 200 جرام وهو ولا خد باله. هو الرجيم ده انا كنت عاملاه عشان مين؟ عشاني ولا عشانه؟ لا رد بقى، رد بقى، مش انت السؤال، انت هترد عليا دلوقتي. عملته عشان مين؟ عشاني ولا عشانه؟ عشانه. طب انا مش عارف اكتب حاجه ولا اقول ايه في البتاع، وهرجع ازاي؟ يا نهار ابيض، دي شكلها فعلا هتمطر. ساعه مطر يا رب. ايه ده؟ انت بتعيطي ليه كده؟ ايه يا حبيبتي؟ هو انا زعلتك للدرجه دي؟ طب خلاص خلاص، معلش ينقطع لساني يا ستي عشان خاطر ازعلك بالشكل ده؟ طب يا رب اموت يعني لو ما اقدرش ارد عليك. يعني انت مسامحاني؟ ما اقدرش ازعل منك اصلا. خساره، مفيش دم خالص. نعم حياتي، والله العظيم انتوا قعدتكم حلوه وما ينشبعش منها. ايه الجمال ده؟ يا اولاد الايه؟ والنبي انت عسل. ده انتوا طلعتوا دماغ بجد. ايه النور ده؟